الكل. هاي الأغنية جدا أحبها طبعا لأنه بيها كلام يخصنا. اسمع اسمع لاعب من آسيا منورين كلكم منورين مشتاق لكم هلبة. تحياتي لكل جمهور الأهلي طرابلس خارج طرابلس وكل الشعب الليبي حبايبي والله انتو يا طيبين انا مشتاق لكم والله. اتمنى نشوفك في قلعة الأهلي ان شاء الله تشوفونا عن قريب ان شاء الله. نور يا سامر نراجي فيك حبيبي. ثامر المنصوري كابتن شخبارك حبيبي. اتوقع هذا عراقي. الاهلي وطن اكيد واللي يلعب في الاهلي ما راح يقدر يسيب طول عمره. منور ولدنا حبايبي حبايبي يا ولدي الاهلي احلى كلمة هذه. تحياتي لكم سامر الغالي وحش. احلى تحية لك كابتن مشتاقين. انا ايضا مشتاق لكم مشتاق لايامكم الحلوه والاغاني. يا سامر يا سعيد نبوها الليله عيد يا ابن العراق ليبيا كلها معاك كلها مشتاق لها والله. ربي يوفقكم ان شاء الله. تحيات مهدي كريم وعلي رحمه لكم ايضا. كل ما نلتقي نتذكر ايامكم الحلوه والله العظيم. استقبال تاريخي عمرك ما شفته. لا شفت استقبال تاريخي من جينا المطار بعد بطولة آسيا. انتو جمهور الاهلي سباقين بكل حدث بالتاريخ جديد انتو تسبقونه. سلام الى علي رحمه الكابتن هو ميك سلم عليكم والله. تحياتي الى اخوي وصديقي عثمان الجلمود ايضا اشرف صلاح حمزة الإغرابلي كل الأخوان اللي يكلموني ويتواصلون وياي. محمد مدار شكرا لكم حبايبي. تعال يا ولد العراق تعال ديما معاك الأهلي ديما معاك. بتدرب الأهلي أو زيارة يا سامر؟ أنا المهم أجي أشوفكم وأجي أدعم النادي بالتدريب أو زيارة ما عندي فرق. أنا مش فارقة معايا المهم الفريق يرجع للانتصارات وللفوز. سامر سعيد نبوه الليلة عيد يا حسرة. لا إن شاء الله اللاعبين والشباب اللي عندكم أنا متابعهم لاعبين كويسين لاعبين يمتلكون مهارات وإمكانيات عالية بس ينقصهم شيء بسيط لاعب خبرة لاعب فكاك وتمشي الأمور. من العراق تحياتي لكم تحياتي إليك كابتن سامر تحياتي لك حبيبي. تعال يا ولد العراق تعال يا بس خلونا من الاتحاد خلونا بس بالأهلي سيبونا من الفرق الباقية. خلونا نفكر احنا نادينا الاهلي كيف راح نرجعه وكيف راح يمشي الفريق.